الحمد لله على هذا الترشح، اسمحوا لي لكن شويه هذا، لان انا كنشوف كنظن انا تاهلت في المغرب حقيقه. 3 1 كتبان الناس ان بو دي، ما حنا راه الا كنا حنا باقيين اوني اونكور جون في هاد لي كومبيتيسيون، ولكن راه عندي لاعبين تبارك الله اللي عندهم تجربه في افريقيا، واللي عندي هو اللي خصني اعرفو هو عندي سي فوزي القجع معايا، رئيس الجامعه الملكيه المغربيه اللي عنده لو غران كونيسور في الفوتبول دابا اكتيلمون. الحمد لله جينا حنا هنا للراديس، اون بروفيتي ديك لا ميفورم ديال كلوب افريكان في المغرب، واستغلينا دوك لي ديفايونس تاكتيك اللي داروا تما في المغرب. اذا 3 1 ديجا، ولكن كان لي ديكلاراسيون ديال لي تكنيسيان ديال كلوب افريكان صغرونا شويه وحقرونا شويه بان غنربحونا باربعه وغيربحونا بخمسه، ولكن الحمد لله انا محزم برجال اللي دي غيري اللي دخلوا التيران وشرفوا القميص ديال نهضه بركان. اذا فهنيئا لهذا التاهل هذا، وكنتمنى حظ سعيد للنادي الافريقي، لان النادي الافريقي لازم يكون في الشامبيونز ليغ ويكون في هذا. اذا نتمنى له حظ سعيد في المستقبل ان شاء الله. الاصابه نتاع والله العظيم الا كان لاكوي شالوغو ملي جينا من المطار، الناس استقبلونا بالورود، هذاك الشيء ما حنا عارفين، حنا خوت لا حنا لا توانسه، ولكن الوقت اللي دخلنا في التونيل والله انا صحاب راسي صافي غنموت، لان الضربه اللي جاتني كنحس بكل شيء ما فهمتش شكون اللي اعتدى عليه. والله العظيم انا هذا اللي اعتدى عليا، حشومه يكون تونسي، حشومه يكون تونسي، لان لي تونيزيان جو كونيت كنعرفهم مزيان، ناس كرماء، ناس اللي استقبلونا درنا كل شيء، ولكن باش تعتدي عليك نوريك الضربه اللي عندي حشومه. ما هذا كره القدم ورياضه، علاش غنديروا شيء؟ كيفاش ضربني بيد بهذا؟ كان بحال ضربني طايزن، راه ما حسيت باش دخلت.